اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ المصري، ولما نقول مطبخ مصري سمع هس للتوابل بتاعته والطعم التاني، وتقدري صوره مفتوحه تقدمي خبرتك الطهويه من خلال كل طبق فيه. معانا النهارده الكوارع. اوعى تقولوا لي مفيش حد بيعرفش يعمل الكوارع، دلوقتي الكوارع بنعملها ونبدع فيها، ولكن مع المغازل لنا واقفه. كوارع وفته انا اخلي الحمص الشامي اللي هو البروتين النباتي يشارك مع البروتين اللي موجود في الكوارع، بما ان هي غنيه بالماده الجيلاتينيه والدهون، فندعمها شويه ببروتين نباتي اللي هو الحمص الشام. فهنعمل النهارده فته الكوارع بالحمص. معانا شويه ملوخيه طازه زي الفل، ورقناهم خرطناهم ومسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، بس مع الكوارع سمع هس. هنشوف طشه الكوارع مع الملوخيه هيبقى طعمها ازاي من المطبخ المصري. ومعانا النهارده كمان المفاجاه ورق عنب. ورق عنب باللحمه، ورق عنب بالخضار، ورق عنب بدبس الرمان، يا لينجي على راي اخواننا الشوام، ولكن من المطبخ المصري لازم ياخد الثلاثي المرح. ايه هو الثلاثي المرح يا مغازي؟ كزبره، بقدونس، شبت، دول اساسيين في ورق العنب بتاعنا النهارده، ولكن مش هيرحموا شوربه الكوارع اللي هي هتكون برضو الفليفر والطعم معانا. يعني الكوارع النهارده وشوربه الكوارع، في مثل يقول لك نضرب عصفورين بحجر، ولكن النهارده هنضرب ثلاث عصافير بحجر واحد، اللي هي الملوخيه وفتت الكوارع والورق العنب. عندي ورق العنب هعمله بشوربه الكوارع، ولكن هنستاذن فريق العمل نشوف ازاي مقادير ورق العنب اللي هنشتغل فيه دلوقتي مع بعض، لان مطلوب مني اعمل خلطه ورق عنب والف حله ورق عنب تتكلم مصري ويبقى شكلها حلو كده، تملى العين وتكفي كل الضيوف. حلو، مقادير الورق العنب على الشاشه. ورق عنب معانا الاخضر ومعانا المسلوق، معانا رز مصري، معانا كزبره وبقدونس وشبت، فصين توم حلوين، دبس الرمان، بصلايه مفرومه ناعمه، ملح وفلفل، وما تنسيش تحط معلقه نعناع اخضر طازه او نعناع يابس، هيديلك طعم حلو قوي مع خلطه المحشي. المقادير على الشاشه، ايه الصوره الحلوه دي؟ اللهم صل على النبي. حله الورق العنب على الشاشه اتلفت امتى دي يا مغازي؟ بالحب بدانا نشتغل فيها عشان نجهز ونشوف صوره حلوه مع بعض. طيب خلونا نعمل الخلطه بتاعه الورق العنب، وتليفوناتنا على الشاشه للتواصل والسؤال والاجابه مباشره. ادي الرز المصري يتغسل مره واثنين وثلاثه، وبعد ما يتغسل يا ست الكل تصفي ميته، خلي بالك علشان كمان مطلوب منك الرز ما يعجنش جوه الورق العنب، وفي نفس الوقت حبات الورق العنب ما تفتحش من الرز والخلطه اللي احنا بنحطها فيه. فعشان كده هعلمك النهارده ازاي تلف ورق عنب بطريقه بسيطه وسهله. ادي ورق العنب، هنبدا نحط هنا مع الورق العنب ده، سوري، مع الرز فص ثوم، بصلايه ناعمه بالشكل ده كده، الخضره بتاعتنا هنفرمها مع حضراتكم، انا حابب افرمها عشان تتفرم ناعم. معانا الكزبره، الثلاثي المرح، كزبره، شبت، بقدونس. الشبت خليه اقل حاجه، حاضر ماشي. الكزبره والبقدونس والشبت دول معانا كده زي الفل اهوت بالشكل ده كده اهو، دول يتفرموا ناعم كده بالشكل ده كده اهوت زي الفل. هناخد دول كده، اللهم صل على النبي، ونفرمهم بالسكينه ناعم. الورق العنب او المحشي عموما يعني في طريقتين، يا اما ان احنا نعمله ني في ني، يا اما ان احنا نعمل الخضره تتسبك على النار. حلو الكلام. انا بعمل ورق عنب، الخضره اللي تتسبك على النار ممكن مع الكرنب تبقى لطيفه وجميله، بما ان الكرنب له ريحه كده قويه جدا، وعشان كده بنتخلص من الريحه دي بوجود الكمون في قلب الورق الكرنب. اما الورق العنب لطيف وجميل ريحته حلوه، فاحنا هنستخدم الخلطه بتاعتنا كلها ني في ني مع بعضيها، لان معانا شوربه كوارع قويه، ودي طريقه سهله وبسيطه من غير ما نسبكها على النار. بصلايه ناعمه، الخضره بتاعتنا نفرمها ناعم بالشكل ده كده، حابه تحط لحمه ضاني مفرومه معاه يا سلام تبقى جودت في الموضوع. اخواننا الشوام بيعملوا الورق العنب ده بالخضار اسمه يالنجي معروف، بتقدم طبق مقبلات بيبقى لطيف وحلو، دبس الرمان وزيت الزيتون اساسي فيه. وطالما قلنا يالنجي او ورق عنب بالزيت المسمى بتاعه
ده ما بياخدش اي ماده دهنيه، بياخد زيت زيتون وبس. الخضره بتاعتنا مغسوله وزي الفل، بتنزل على الرز المصري بالشكل ده كده. حلو، هنحط شويه زيت زيتون مع الخضره دي. انا مش عايز احط سمنه هنا، ليه يا مغازي مش عايز تحط سمنه؟ لان عندي شوربه الكوارع دسمه وتقيله، فانا مش عايز احط سمنه. اهو بالشكل ده كده، ده زيت زيتون. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل بالشكل ده كده. عايزك تعملي الورق عنب النهارده ده، ورساله حلوه منك لاولادك لاسرتك لجوزك اللي راجع من الشغل تعبان. انا عامله لك النهارده حله ورق عنب، عملها المغازة على القناه الاولى. تقعدي كده وتلف الورق العنب، دي رساله حب، خدت وقت كبير. في بعض الناس بتشتري الورق العنب ده ملفوف وجاهز، مفيش مشكله لو ما عندكيش وقت هنسامحك، ولكن خلي يوم كده في الاسبوع، يوم في الشهر تلف الورق العنب ده بايدك، لان لمسات الحنان والحب بتطلع من ايدك في لفه الورق العنب ده. دبس الرمان، ده دبس الرمان، نزلت بيه اهوت على الخلطه بتاعت الورق العنب بالشكل ده كده. حلو، معانا معلقه هريسه حلوه اهي، تدي له طعم السبايسي شويه. حلو الكلام، ونقلب كل ده مع بعض. رز مصري، بصل، ثوم، بقدونس، كزبره، شبت، زيت زيتون بالشكل ده كده. الخلطه الحلوه دي كده، اللهم صل على النبي. معلقه الهريسه قلبت كيانها وخلت طعم الرز لطيف وجميل. الخلطه حلوه ازاي اهي. طبعا الشغل كتير النهارده، فاحنا طبعا مجهزين حله ورق عنب ملفوفه جاهزه، ومعايا طبق كمان ملفوف. بس انا عايز اشرح طريقه سلق الورق العنب نفسه. الاخضر اللي معانا ده كده زي الفل. عايز اقول حاجه على ورق العنب ده قبل ما يتلف، اللهم صل على النبي. ده ورق العنب جبناه من عند بتاع الخضار، وده متواجد. بتاخديه بتغسليه بميه ساقعه، ما يتغسلش بميه سخنه. ده اهو يا غالي، ورق العنب بتاعنا زي الفل، بتبقى ناحيه ناعمه وناحيه خشنه، ناحيه فيها العروق باينه وناحيه ناعمه بالشكل ده كده. ده اهو عينيا، حاضر. ده الورق العنب، ادي الناحيه الناعمه ملمسها ناعم حريري، والناحيه الخشنه نجيبها اهي زي الفل بالشكل ده كده. هم دول الناحيتين. عشان انا ليه بنوع على الموضوع؟ عشان في كلام جاي بعد كده. الورق العنب ده عشان اسلوه سلايز ليمون، معلقة ملح في ميه بتغلي، سلايز ليمون وسنه خل صغيره وشويه ملح والميه تغلي. اسقط الورق العنب ده ياخد غلوه، والتانيه اصفيه ويبقى عندي بالشكل ده كده. انا بشكر المساعدين بتوعي، يعني شايفين التكنيك العالي ده قبل وده بعد. معانا اهو الورق العنب اتسلق. عيني. ده الورق العنب بعد ما اتسلق اهي 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 يا شباب. احنا ليش بنضيع وقتي في حاجات مفيده جدا على فكره، وده اهم من اللي انا بعمله بعد كده. يعني ورق العنب انت شطار في لفه. دي الناحيه الناعمه ودي الناحيه الخشنه. حاضر عيني، حاضر يا شفيق. دي الناحيه الناعمه، ده الورق العنب للتين. سبحان الله، ايه الصوره الحلوه دي؟ قولوا معايا الصوره الحلوه بالوانها الخضار والسوى. حلو قوي، تمام. المهم اللي انا عايز اقوله هنا، صدقوني بجد احنا كفريق عمل، انا اقل واحد ابذل مجهود، كلنا نجتهد خلف الستار وامام الستار وامام الكاميرا وخلف الكاميرا علشان نطلع الصوره الحلوه وحضراتكم تكونوا مبسوطين. طيب انت بتعمل ايه يا شيف؟ احنا دلوقتي بنفرش الورق العنب اللي احنا هنلفه. بعلمك طريقه سريعه كده عشان ما تضيعيش وقتك في المطبخ. يبقى عندك كده، شفت انا بعمل ايه؟ الناحيه الناعمه هي لوش الخلطه، والناحيه الخشنه، سوري انا اسف، الناحيه الخشنه هي لوش الخلطه، والناحيه الناعمه اللي هي محطوطه على الكاونتر بتاعنا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو تاني. ليه يا شيف؟ لانك انت لو خليتي الناحيه الخشنه في هي اللي هتتلف في الاخر، شكل الورق العنب مش هيبقى لطيف وهيفك منك بسهوله، مش هيبقى مظبوط في قلب الحله. ده مهم جدا على فكره اللي بقوله ده. كلنا شطار وكلنا بنبقى نفسنا نعمل الحاجه، ولكن بنيجي على سبب تافه الاكله تبوظ مننا. تعالوا نلف مع بعض كده اهو، ناخد كده الخلطه بتاعتنا ونسقطها كده. بس انا عايز اول حاجه قبل الفاصل، مخرجنا الله يبارك لك، ورقه العنب لما تلفيها انا بقول رساله حب
جوزك لما يبقى قاعد كده وشايف ورق العنب ملفوف بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري، نجيب الورق العنب صباع صباع، يسيب المزوره بالمسطره هيطلع كله قد بعض. هو دي الشطاره، ما الاقيش واحده قد كده واحده قد كده، لا ده بسميها كعباله شغل اهو، ده الشطاره، ويكون كله حجم واحد، وندي مساحه في لفه ورق العنب ان حبات الرز تفرد عضلاتها، ما تبقاش مكتومه، ما كلش الورق العنب الاقيه من جوه محسود، يعني حبات الرز مش مستويه، مش شربانه الشوربه بتاعتها كويس، الحاجات دي كلها مطلوبه. فانا وانا بلف واحده كده عشان مخرجنا عايز نطلع فاصل، شوف ايديا ازاي بتلف ورق العنب اهو، ورقه العنب الناحيه الناعمه هي اللي تحت، الناحيه الخشنه اللي هي اللي فوق بطبقها كده وبلفها كده اهو، شفتي اهو بالشكل اهو هي دي الحركه دي اهي، وتبقى حنين عليها كده. ليه يا شيف مغازي؟ علشان ما تضغطش على حبيت الورق العنب تقوم تكتم معايا وتطلع الحشوه بتاعتنا مش مستويه. خلونا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نشوف ازاي بنرص ورق العنب في قلب الحله عشان يطلع معايا قالب ورق عنب حلو، ومعانا كوارع هنشوفها بتستوي على النار. وما تنسوش طشه الملوخيه النهارده بطعم تاني من المغازي، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع لف حلة ورق عنب بتتكلم مصري والتأني كده، بتحب عبد الحليم شغال اغنيه لعبد الحليم، بتحب ام كلثوم شغال اغنيه لام كلثوم، بتحب جورج زي الشيف المغازي كده بحب الاغاني القديمه بتاعه جورج وانا واقف في المطبخ، مزاجات بقى، كوبايه قهوه حلوه، كوبايه شاي حلو، وتبدا كده تلف، لان ورق العنب ده لازم يتلف بحب، لازم الورقه تاخد تمتص منك من اصابع ايدك الحنان والحب وانت بتلفيه. معانا فصوص توم طيب ماشي، نحط ننزل كده، دي فصوص توم اهي زي الفل، بوزعها كده وحاطط فصوص توم تحت، معانا ورق نعناع ونخليه زي ما هو كده عشان شخصيته بعد ما تستوي نطلعهم حلو، ونرص تاني شويه، ده جو بقى، لان بقى ان التوم هنا الفصوص التوم دي واحنا بناكل ورق العنب ده هتطلع لنا زي حبايه اللوز، نقوم نعمل ايه يا عم الشيف، ناكلها كده تبقى لطيفه وحلوه، وانا شخصيا بحب التوم السليم اللي بيبقى جوه المحشي سواء كرنب سواء ورق عنب. نحط كده الورق العنب على الوش عشان نقفله. على فكره عايز اقول حاجه، حط يا فندم طبق حالا دلوقتي، حاضر عينيا الاثنين. عايز اقول حاجه مهمه جدا، الورق العنب اللي بحطه على الوش ده احنا مش لازم ناكله، لازم يتشال بعد كده ويتعمل سلطه. الحاجات اللي بقولها دي يا اخوانا والخبره الطهويه دي مش من يوم ولا من سنه، سنين العمر راحت في المطبخ، خلوا بالكم. الورق العنب اللي انا بحطه قاصد احط كميه عشان بعد ما يستوي الورق العنب ده كده باخد الورق العنب اللي على الوش ده احتفظ بيه واحطه في الثلاجه، وتاني يوم تالت يوم براحتي بقطعه زي التبوله واحط عليه طماطم واحط عليه شويه برغل حلوين، وتبقى سلطه الورق العنب. خلي بالك زي الفل. هاخد الحله دي كده على النار بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، وناخد الشوربه بتاعتنا الحلوه بتاعه الكوارع بالشكل ده كده، شوربه الكوارع اهيت، مخرجنا الجميل اساتذه المصورين، كوارع مستويه مع الحبهان، ورق لورو، قرنفل، فلفل اسود حب مجروش، جزر، كرفس، بصل، ثوم، فص مستكه في البدايه عشان زفرت الكوارع. ولما تشتري كوارع من عند الجزار ادعي له دعوه حلوه، يقوم الراجل يحن وقلبه يحن، قول له عايزه يا ابو محمد كوارعتين حلوين ويكونوا الامامي مش الخلفي، علل ولماذا الامامي؟ الامامي بتبقى ملغلغه كده وبيبقى فيها لحم حلو قوي. الحله على النار فيها الورق العنب، جبت رصيت ورق عنب، حطيت الطبق على الورق العنب اللي هو سليم بالشكل ده كده. طبعا ما ينفعش تسيب الطبق ده كده، في شوربه، في ورق عنب، في نار بتغلي تحت منه، لازم اسمع صوت الغليان، اقوم اعمل حاجه لطيفه، اشيل الحله اللي فيها الشوربه واحطها كده. الموضوع بسيط جدا هي دي المطبخ وازود الشوربه بالشكل ده كده، ومعايا حله ورق عنب على النار زي الفل اهي، ببدا اشربها من وقت للتاني كده شويه شوربه من شوربه الكوارع بالشكل ده كده، والطبق هنا
عامل عملية توازن للورق العنب. اول ما تلاقي ان الورق العنب ميته نشفت وتضغطي على الحله كده اعرفي ان هو خلاص استوى. اه مخرجنا حبايب اهو اه بالراحه خالص اه 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 بتطلع الميه على فوق او الشوربه على فوق فيها ريحه طعم الورق العنب اه بالشكل ده كده اه زي الفل. وهخلي الحله كده ما ترفعيش الحله او التقل اللي موجود على ورق العنب او الكرنب الا بعد ما تشيلها من النار بساعه. ركزوا بس في المعلومه اللي بقولها دي علشان انت بتشوفي على السوشيال ميديا بعض المحترفين بيغرف لك ورق العنب طاجن كده او حله بتلاقيها مرصوصه زي الهرم صباع جنب صباع. حلو يعني كان واحد رسمها رسم كروكي. حلو توصلي للصوره دي ازاي؟ الورق العنب استوى بتشيليه من النار زي ما هو صف ميته شويه علشان يشرب بقيه الميه وتخلي التقال عليه ما تشيلهوش زي العرق الروستو كده او الرزبيف لما بنعمله. ما ينفعش اشيل الخيط من عليه الا لما احطه في التلاجة ياخد تبريد لمده 5 ساعات او ليله كامله ارفع من عليه الدبار بتاعه اللي انا او الخيط اللي انا لفه بيه. ليه يا مغازي؟ عشان الانسجه بتاعه الرزبيف او الروستو تتنها متماسكه وقت التبريد. اشيله بعد كده اقطعه يطلع معايا شرايح. هي دي التركايه في عمل الرزبيف او الروستو. نفس الموضوع في ورق العنب اخلي التقال عليه واخليه على جنب ياخد عمليه التبريد ساعه كامله. هنا التقال هنا مثبته هياخد وضعه تشيلي من عليه التقال وتشيلي الغطا او الطبق وتغرفيه قالب. ده اللي احنا هنعمله مع بعض ان شاء الله. هل خلاص هنطفي النار من عليه او هنشيله بره النار خالص عشان انا عايز النار دي واحنا شغالين مع بعض كده. حلو اللهم صل على النبي. تمام جيبوا لي كده بس انا طبعا هغرفه مع حضراتكم دلوقتي حالا مش لازم يقعد معايا ساعه. يعني انتوا عارفين الخبره القهويه بقى بعمل حاجات كده بتساعدني على الهوا. حلو الكلام اهو زي ما احنا شغالين كده بصفي الميه دي كده بحطها شويه هنا كده على الكوارع. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الخليط ده؟ ايه الحب ده؟ الميه بتاعت الورق العنب بتنزل على البهريز بتاع الكوارع اهو زي الفل. تمام ونشيل الغطا ده كده. اللهم صل على النبي اهو زي الفل. واسيبه بره شويه كده يهدى شويه. حلو فصوص الثوم معانا والورق اللي انا رصه على الوش ده مظبطهولي واسيبه كده. حلو تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ازاي طشه الملوخيه. ادي الشوربه اللي على النار والكوارع بتاعتي بتغلي هنا ونجيب طبق للورق العنب ده كده عشان نغرفه مع حضراتكم. حلو زي ده كده اللهم صل على النبي. ونوسع الدنيا كده. اللي عايزينه بنخليه معانا واللي مش عايزينه بنشيله. حلو قوي. انا عايزك وانت في المطبخ زي الشيف المغازي ما بيتعامل انت تتعاملي. اه شيل الزبده دي ونجهز نفسينا علشان هنقدم الاكل بتاعنا والانتاج بتاعنا. وكل واحد في عمله في مصنعه في مكتبه بيفرح بالمنتج بتاعه فبيحب يتباهى بيه وده الطبيعي. اه حلت الورق العنب هنغرفها ومعانا الفته هنخليها هنا مكانها عشان مخرجنا عايزها في الشكل ده. وادي الورق العنب بتاعنا اللهم صل على النبي. ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا مسهل الحال يا رب. على فين يا شفيق؟ الله كله بيستعد دلوقتي. عايز اقول لحضراتكم اللي بيحصل ورا الكواليس والله للامانه انا بشكر كل فريق العمل. اللي ورا الكواليس كله دلوقتي يجتهد علشان يجيب لحظه رفع الحله. اسمع كلام امك يا واد. اضحكوا ها؟ حلو قوي حلو قوي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي اهو. حلو تمام زي الفل كده معانا الورق العنب. ليه؟ عشان سخن. جالك كلامي؟ ده لازم تسيبيه يبرد. ده اللي انا بقوله فانا عايز اغرفه طبعا عشان حضراتكم تبصوا عليه وتشوفوا. بنزينه بطماطم شرايح شرايح برتقان زي ما انت عايزه. ده طبعا طلع من النار على الدار زي ما بيقولوا يعني. ده المفروض يقعد له ساعة زمن بعد ما يستوي بره النار كده ونغرفه يطلع معانا ماسك نفسه.
عينيا حلو زي الفل. والكوارع يا باشا حالا دلوقتي حالا معانا نعناع اخضر، ده الطبيعي انك انت بتغرفي طبق زي ده كده بتعملي داير ما يدور، طماطم برتقان شرايح، لان الصوره الحلوه والشكل الحلو بيلفت الانظار على السفره. على النار بتغلي، احنا طبعا بنعمل لايف بعد الهوا، كل الاسئله اللي حضراتكم بتسالوا عليها بنجاوب عليها مباشره. الكوردون بلو والبيتزا الطلياني والبيتزا المكسيكي، كل ده هي البيتزا من المطبخ الطلياني، ولكن عشان الكل بيحبها فاصبح الكل بايه بيبدع فيها، اللي بيحط لها زبده، اللي بيحط لها زبادي، اللي بيحط لها حليب في العجينه، اللي بيحط لها خميره، اللي بيحط لها بيكنج باودر حسب الرغبه. الكوارع ورق العنب جاهز كده معايا، ورده حلوه بصراحه، وزي ما قلت لحضراتكم دي رساله حب لكل زوج ولكل ام ولكل ضيف. الطبق الحلو ده كده على شاشه القناه الاولى، المطبخ مختلف كل يوم له طعم تاني مختلف، علشان ان احنا نقدر ننوع السفره بتاعتنا لاولادنا واسرتنا. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو. We'll be right back.